لقد سالت أحبار أقلام المسيحيين في الإمام علي لأنهم يرونه أعظم شخصية في التاريخ. ومن هؤلاء المسيحيين بولس السلامة الذي يقول: لا تقل شيعة هواة علي، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعي هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا، جلجل الحق في المسيح حتى جلجل الحق في المسيح حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري، يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أنني ذكرت عليا. أما الآن فسنبقى مع المدح والجلوات والمنشد الأخ محمد سعيد الكراني، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. قل لمن والى علي المرتضى، قل لمن والى علي المرتضى، نلت في الخلد رفيع الدرجات، أيها المذنب إن لذت به لا تخافن عظيم السيئات، حبه الإكسير لو ذر على رمم رف بها روح الحياة. وإذا ما شملت أنطافه سيئات الخلق صارت حسنات، بيده البيضاء لو مس بها الشجر البالي زهاب الثمرات، حبه فرض على كل الورى، وهو في الحشر أمن ونجاة، كل من والاه ينجو في غد من لظى النار وهول العقبات. والله ولمنا جمعنا حبك الطاهر، ولمنا وذكرك زال كل همنا، ولمنا لأبونا يرجع هالفضيل، ولمنا الغذونا المحبة الحيدرية صلوات. والله دقيت حروف اسمك على الدلال، دقيت وإلك أحلى نغم بوتارم، دقيت أسألك يا قلوب كم مرة هالليلة دقيت
باسم حيدر علي هايل مسي الصلوات. والله مرات مرات مر الفرح عني يروح، أنا مرات مرات وحلوات الليالي ونوب مرات مو مرة أموت أنا ريت مرات. ليش؟ لأن يحضر علي بكل موت لي صلوات. والله لبنها تعيش الوالدة الغذت لبنها عقيدة عشق ما يهتز لبنها أم اللي روى قلبي لبنها معين المرتضى حميل حمي الصلوات. هذا الجدار يحمل ألف دعوة وهذا الوجود من دون ما يسوى. هذا الجدار يحمل ألف دعوة وهذا الوجود من دون ما يسوى. لأنه علي وربنا العلي يستقبل ببيته ضيفه يظل خير العمل في الشدة ناديته. لأنه علي وربنا العلي يستقبل ببيته ضيفه يظل خير العمل في الشدة ناديته في الشدة نام. يا قل هو الحب العظيم اللي يضوي نوره وبيت الله شاهد والأثر يعني حضوره. بجفه يغرس هل أتى ويعطي بشعوره واللي تعنى لك علي ما ظل في حيرة. الصوره أبدع في تصويره الصوره أبدع في تصويره حق حيدر الكعبة مسرورة حق حيدر الكعبة مسرورة. في مولده يرفع يده بالدعوة والرحمة هذا المسا لا ما نسى يدعو إلى الأمة. في مولده يرفع يده بالدعوة والرحمة هذا المسا لا ما نسى يدعو إلى الأمة يدعو إلى اتحسس أحوال البشر من تذكر الكرار اتحسس أحوال البشر من تذكر الكرار واستذكر شحال اليتيم العايش ومحتار. المأوى حيدر كان له وهو حماي الجار المأوى حيدر كان له وهو حمل الجار. من تعطي اعطي بحب علي ولا تنتظر تذكار. نادي علي واستعذ بحروفه نادي علي واستعذ بحروفه وتحسسه صدقني تشوفه وتحسسه صدقني تشوفه. بفضل عمل خي بفضل عمل تحيي الأمل في هذه الليلة بأفضل عمل تحيي الأمل في هذه الليلة. واكتب علي تدري علي ما ينسى أي عيلة واكتب علي تدري علي ما ينسى أي عيلة ما ينسى أي
تحسس أحوال البشر من تذكر الكرار واستذكر شحال اليتيم العايش ومحتار. المأوى حيدر كان له وهو حمل الجار، المأوى حيدر كان له وهو حمل الجار. من تعطي اعطي بحب علي ولا تنتظر تذكار، نادي علي واستعذ بحروفه وتحسسه صدقني تشوفه. بأفضل عمل تحيي الأمل في هذه الليلة، واكتب علي تدري علي ما ينسى أي عيلة، ما ينسى أي ما ينسى أي ميزان ما ميل أبد واضح في إنصافه، عدل إلى الإنسان تقوى بين أوصافه. خل حيدر بعينك وانشر وعي والطافة، خل القلوب النافرة بالفرحة تصافة. بحب الوصي خل تطمئن روحك، بحب الوصي خل تطمئن روحك، ذكره مدد ويداوي جروحك، ذكره مدد ويداوي ما يخذلك. من يوصلك ترتفع فرحاتك، قل يا علي أنت الولي معروف وقفاتك، قل يا علي أنت الولي معروف وقفاتك، معروف وقفاتك. صلوا على محمد وآل محمد. هم شايف حبيب الناس عالفطرة يحبونه، وإذا حسوا بطعم الضيم قص دولة يزورونه، وإذا شافوا بحب الموت والله ما يعوفونه. أخوتها سمعني أخوتها، بس حيدر جنن عشاقه، بس حيدر جنن قبس حيدر جنن قبس حيدر جنن قبس حيدر جنن. إذا رايت تشوف شلون ثابت بالوصي دينك، كل من سولف بحيدر لازم يكبر بعينك عنوان الصحيفة هناك من تاخذها بي مينك. سمعني أخوتها، سمعني أخوتها، حب حيدر مكتوب عليها، حب حيدر مكتوب، حب حيدر مكتوب، إيها حب حيدر مكتوب، إيها حب حيدر مكتوب. والله هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر، وبالمعبر نعرف الناس بين الصاحي والمزوار، وهنيا جوازه بختم المرتضى حيدر. أخوتها هنيال الحيدر ماضي لهنيال الحيدر لهنيال الحيدر لهنيال الحيدر بالخدمة إن شاء الله. والله هناك سيطرة تفتيش منصوبة على
معبر وبالمعبر نعرف الناس بين الأصلي المزور وهنيا للجواز بي ختم المرتضى حيدر هنيا للحيدر ماضي لهنيا للحيدر إلى هنيا للحيدر إلى هنيا للحيدر إلى هنيا للحيدر جدي جدي يحب عليا حب مفتتني وجدتي حبها من أعظم السنن أمي تردده في السر والعلني وكان لي والد يهوى أبا حسني فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد فلما كان في تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثه وإذا بفاطمة بنت أسد قد خرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام ووقفت بإزائه فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته وبكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا يسرت علي ولادتي حتى انشق البيت الحرام وتساطعت الأنوار وزجها جبرائيل في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه وكما كان أولا بإذن الله تعالى يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما دخلت الكعبة جلست على الرخامة الحمراء ساعة وعند اقتراب الولادة لم تشعر بألم ولا وجع وبينما هي كذلك إذ وضعت أمير المؤمنين أفضل الصلاة منشدنا العزيز شكرا لك لقد أتحفتنا بإنشادك الرائع ونتمنى لك التوفيق ختاما أقول فلنتعلم من الإمام علي ونمضي على خطاه في كل المجالات ومنها تعاملاتنا مع بعضنا البعض في جبر الخواطر وأن لا نكسر قلبا بكلمة فظة ولا نجرح روحا بتعامل غليظ لأن الخواطر ليست عظاما فتجبر بل هي أرواح
تقهر، وأن نجعل كلماتنا بلسما على القلوب، وعباراتنا دواء للجروح، ليسعدنا الله ويرضى عنا. نسأل الله أن يذهب عنا هذا الوباء، وأن يعيدنا على مثل هذه المناسبات ونحن في حال أفضل. والحمد لله رب العالمين، وأفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.